مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في هذه الحلقة من المنتصف توك. انتقت لجنة القيادة المكلفة بعرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر انتقاء أوليا مجموعة من المشاريع تغطي أساسا الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي جهة قلميم ودنون وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب. وارتأت اللجنة تعميق النقاش بهذا الشأن مع حاملي المشاريع، وبناء على تعليمات جلالة الملك بالإسراع بتنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر بالجودة اللازمة والاستجابة لحاملي المشاريع الوطنيين والدوليين في هذا المجال الواعد. تدارست لجنة القيادة الإطار التعاقدي المتعلق بالوعاء العقاري العمومي المخصص لإنجاز المشاريع والآليات الكفيلة بحسن استخدامه. للحديث عن هذا الموضوع ومستجدات عرض المغرب في مجال الهيدروجين ينضم إلينا الأستاذ المصطفى العسات، الخبير في المجال البيئي والتنمية المستدامة والمناخ أيضا من الرباط. ينضم إلينا أيضا الأستاذ خالد بن حمو وهو مدير مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معكم أستاذ مصطفى عسات، إذن هل تجسد هذه خطوة كبيرة في هذا الورش الضخم المتعلق بالهيدروجين الأخضر؟ نعم، اليوم الحكومة تنطلق إلى المراحل النهائية لتنزيل هذا الورش الملكي الواعد المتعلق بالهيدروجين الأخضر. الإمكانيات التي وفرتها اليوم الحكومة من خلال توفير الأوعية العقارية في أزيد من 800,000 هكتار من أصل 1,000,000 هكتار التي سيتم تخصيصها لهذه المشاريع المهمة، اليوم وصلت المرحلة إلى انتقاء الشركات التي ستبدأ عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق المخطط المدروس التي يروم إلى إنتاج 300,000,000 طن من الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى الأمونيا عن طريق التحليل الكهربائي وكذلك الميثانول لتسديد الخصائص فيما يخص الطاقات النظيفة في المغرب والوصول إلى 52% من إنتاج الطاقات المتجددة النظيفة حلول 2030 التزاما من المغرب بتطبيق اتفاقية الحياد الكربوني لباريس. كذلك هذا التسريع في هذا الورش فيما يخص توفير القوانين الاستثمارية اللي كتحفز المستثمرين في هذا القطاع وكذلك تشجيع الأبناك إلى تمويل هذه المشاريع التي سيكون المغرب متموقعا على المستوى الإفريقي والدولي في تزويد السوق العالمية ب 4% من الإنتاج العالمي، وهذا ما سيوفر للمغرب مناصب شغل جديدة تناهز 20,000 منصب شغل فيما يخص هذه المعامل وهذه المؤسسات ديال الإنتاج الهيدروجين الأخضر. إذن هي انتقال طاقي سريع نحو الطاقات النظيفة المتجددة لحماية الكوكب الأرض من تداعيات الاحتباس الحراري وكذلك الوقود الأحفوري تحقيقا لمفهوم المشروع التنموي المستدام الذي يروم تنزيله جلالة المملكة. شكرا لك أستاذ مصطفى عيسات. أستاذ خالد بن حمو مرحبا بك معنا. إذا بداية نبغي نعرف علاش أنه المغرب يركز كثيرا على مسألة هذا الانتقال نحو الهيدروجين الأخضر، ما هي المكتسبات اللي ممكن أنه المغرب يحققها في هذا المسار؟ شكرا الأستاذ. يعني المغرب قريب جدا الأسواق ديال الهيدروجين الأخضر، هي أسواق الأكبر يعني في المنطقة ديال المغرب هو الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي لازم لهم يزولوا الكربون في الصناعة ديال الأوروبية. إذن باش يمكن لهم يحيدوا الكربون من الصناعة ديالهم خصهم الهيدروجين الأخضر في يعني في لاسيي في الحديد في الفوسفات في فيرتيليزون لامونياك فير، ويعني أحسن يعني في المغرب عندنا أكثر من 6,000 جيجاوات
ديال الطاقه الريحيه احسن منطقه في العالم اللي كاينه في جنوب المغرب، وجنوب المغرب قريب لاوروبا، اذا كاينين امكانيات باش نصدروا هذا الهيدروجين الاخضر لاوروبا، ماشي غير نصدروه ونغيروه الامونياك الاخضر، ولكن كذلك نقدروا نصدروه بالبايبلاين، يعني بايبلاين ديال الهيدروجين الاخضر، ونخزنوه في المغرب ونصدروه لاوروبا. هذه نقطه مهمه في الواقع السي خالد بن حمو، وشنو غادي نديروا بالهيدروجين الاخضر ملي غادي يكون الانتاج ديالو هنا في المغرب؟ هذا الهيدروجين الاخضر واش غادي يكون موجه للطاقه، انه قابل للتخزين اكثر من الطاقات المتجدده اللي ربما قدرتنا التخزينيه او قدرتها التخزينيه على المستوى ايضا التكنولوجي ما هي شيء بنفس كفاءه الهيدروجين الاخضر؟ هل سنستفيد منه داخليا فقط، ام انه نقدروا نوجهوه اساسا للتصدير؟ يعني عندنا سوق داخلي، سوق تصدير. إلا شفتي المركز الوطني للفوسفات الشريفي للفوسفات تصدروا بعدا تجيبوا قريب من 2 مليون طن ديال الأمونياك اللي ماشي أخضر. أيوة هذا هو السؤال ديالي أنا، هذا هو السؤال ديالي، واش غادي نوجهوا الإنتاجنا ديال الهيدروجين هذا للسوق المحلية مثلا باش ننتجوا الأمونياك الخضراء، باش نعطيوا طاقة أيضا نعزز استقلاليتنا الطاقية وتكون من المصادر متجددة، ما نبقاوش نستعملوا المصادر الأحفورية، يعني تلبية يعني الطلب الوطني في المغرب، أم أنه أساسا للتصدير؟ نعم، أنا اللي تنقول لك هي بأن مشاريع وطني للفوسفات أكثرية ديال اللي كيصدر التصدير في خارج المغرب في العالم كامل، يعني عندنا 72% ديال الفوسفات ديال العالم، ولو سي بي يعني كيصدر بزاف من الفوسفات، وخصو يجيب لامونياك فيغ لامونياك غري. دونك دابا اللي غنديرو غنحتاجو لو سي بي الى تغيرت لامونياك، الى لو سي بي دارت لامونياك الاخضر باش يقدروا يصدروا لي فيرتيليزون، ديك الساعه غيمكن لينا نحافظوا يعني الطاقه متجدده ونصدروها بالامونياك، ولكن غيمكن لينا نصدروا كذلك الهيدروجين الاخضر اللي بزاف ديال الحاجات اللي كيخصهم اوروبا خصها الامونياك، خصها الهيدروجين الاخضر باش تصنع الحديد، الطوموبيلات واللي كنديروا في طنجة. دونك عندنا سوق جامعي ما بين اقليم اوروبيين والمغرب، يعني ديكشي مشرك، يعني عندنا مشاريع مشركين، وخصنا ديك الساعه نحتاجوا هذا الامونياك والهيدروجين الاخضر باش نكبروا الطاقه المتجدده في المغرب، وديك الساعه نقدروا نصدروا الضوء الاخضر والأمونياك الأخضر والهيدروجين الأخضر. هذا مهم، ولكن ما نقدروش نصدعوا الضوء مع الهيدروجين الأخضر، لحقاش 80% ديال الضوء تخسر ملي كنغيروه من الضوء للهيدروجين الأخضر، ومن الهيدروجين الأخضر للضوء كيمشي لينا 80% ديال الطاقة. أحسن لينا نصدروا الأمونياك الأخضر والهيدروجين الأخضر. حاجة أخرى، إلا صدرنا الهيدروجين الأخضر نقدروا نصدروه في البايبلاين، ويجي الثمن ديالو في أوروبا نص ديال الثمن إلا صدرتيه بالأمونياك. يعني إلا صدرناه في الأنابيب يكون أرخص؟ أرخص نفس الثمن، يعني إلا غيرنا أمونياك أخضر نصدروه باش نقدروا نصدروه في الباخرات، إلا درنا البايبلاين غيجي علينا الهيدروجين فيغ في أوروبا نص الثمن، وهذا مهم جدا الأمن الطاقة، الأمن ديال الهيدروجين الأخضر، واصطناعة ديال أوروبا مهمة استراتيجية. طيب شكرا لك أستاذ خالد بن حمو، أرجو أن تبقى معنا لو تكرمت، نستفيد أيضا من خبرتك. أستاذ مصطفى عيسات، صحيح أنه هذا الورش أخذ الطريق وهو ورش في الواقع سيستغرق مدة من الزمن وهذا واضح،
برأيك كيف يمكن أن تتغير لنقول معطيات الاقتصاد المغربي بناء على إقحام الهيدروجين الأخضر؟ لأن المغرب معروف أنه مستورد كبير وعنده فاتورة طاقية باهظة، يستورد سنويا يعني الكثير من الطاقة الأحفورية. هل يمكن أن تتغير كل المعطيات في البيانات الاقتصادية إذا تم إنجاح هذا الورش؟ نعم، هذا الورش الملاهي الذي يروم إلى الخروج من التبعية الطاقية للخارج. نعرف أن السنوات الأخيرة بعد الحرب الأوكرانية وبعد الخروج من أزمة كورونا، الكلفة الطاقية ارتفعت بشكل كبير وأثرت على الاقتصاد الوطني. اليوم بالإنتاج ديال الطاقات النظيفة والمتجددة وصلنا ل 30% ديال الإنتاج ديال الطاقة النظيف، وبالتالي وصلنا إلى 70% من استيراد الوقود الأحفوري والطاقات من الخارج. بالتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، المغرب يروم إلى الوصول إلى 52% من إنتاج الطاقات النظيفة، وهذا سيكون له تداعيات مهمة على الاقتصاد الوطني بتخفيف التبعية للطاقة ديال الوقود الأحفوري، والتي كذلك تسبب ارتفاع التكلفة على مستوى الكربون على مستوى العالم. وبالتالي المغرب وافي لالتزاماته الوطنية فيما يخص الانتقال الطاقي وتحقيق اقتصاد مستدام دائري أخضر، والتزاماته الدولية مع اتفاقيات باريس للمناخ من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة 2030-2040. ناهيك عن احتياجات الدول الأوروبية اليوم. اليوم اتحاد أوروبي يرى في المغرب موقعا استراتيجيا سيتموقع في السنوات القادمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر. كما قال الزميل بن حمو أن التكلفة في المغرب للقرب الجغرافي وكذلك للبنيات التحتية التي أهلها المغرب، لا على مستوى الموانئ، لا على مستوى الأنابيب الربط، لا على مستوى استجلاب شركاء من أستراليا إلى غير ذلك للاستثمار في هذا القطاع، مما سيجعل المغرب مؤهل إلى تصدير فائض الإنتاج والتحكم في 4% من الإنتاج ديال الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. إذا اليوم جميع الخبراء ديال الطاقة يؤكدون بأن الهيدروجين الأخضر هو مفتاح المستقبل فيما يخص تحقيق السيادة الطاقية للدول، وبالتالي المغرب سيكون مع التطور الصناعي الذي تعرفه المملكة ومع احتياجاته المتزايدة للطاقة أن يحقق ذلك التوازن ما بين العرض والطلب، وكذلك تخفيف تكلفة الاستيراد التي لها تكلفة مالية على ميزان الأداءات وتشكل كذلك ثقلا على ميزانية الدولة. يمكن أن نستثمر تلك الأموال في قطاعات أخرى خدماتية واجتماعية في المستقبل. إذن هذا الورش لا يمكن إلا أن يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في تحقيق مناصب شغل جديدة، لأن اليوم الاستثمار في المناطق الجنوبية أصبحت هناك بنيات تحتية للطاقة الشمسية والطاقة الريحية رائدة على مستوى شمال إفريقيا ومنطقة الميناء، وبالتالي اليوم هذا المشروع الرائد للهيدروجين الأخضر يمكن أن يعزز هذه البنيات التحتية الطاقية النظيفة المتجددة مستقبلاً. شكرا لك أستاذ مصطفى عيسات. أستاذ خالد بن حمو، أريد فقط أن أفتح معك قوس بما أنك أيضا لربما مهني وخبير في القطاع، لأنه البعض يمكن أن يتساءل ما هو هذا الهيدروجين الأخضر وكيف يستخرج، يعني كيفاش كان نصنعوا هذا الهيدروجين الأخضر وعلاش هو أخضر ما هوش لون آخر؟ تفضل. يعني الهيدروجين تتصنع بطاقة والماء في الإلكتروليز. دونك إلا كانت طاقة أخضر من الريح وطاقة شمسية يكون هذا الهيدروجين غير ما فيش لي زينيرجي فوسيل، يعني كيتسمى أخضر. والبروسيس يعني الطريقة التي يتم بها استخراج الهيدروجين يتم استخدام فيها الماء، صحيح؟ الماء، والماء يكون مصفي من البحر، يعني خصك 1000 مرة زائد كهرباء باش تصنع الهيدروجين الأخضر، خذ 1000 مرة ناقص على هاد الكهرباء باش تصفيه من البحر.
يعني مشاريع اللي غيصنعوا الهيدروجين الاخضر غيكون عندهم امكانيات كثيرا اكبر جدا باش يصفيوا الماء ديال البحر ويقدروا ديك الساعه يساعدوا في الفلاحه ديال المغرب في الماء صالح للشرب للمدينه ديال الجنوب وديال ديال ديال الشمال كذلك. يعني هاد الهيدروجين الاخضر يمكن الطاقه ديال المغرب يعني سي تاني في ملتيبليكاتور فعوات من عندنا 10 جيجاوات دابا من دابا 10 سنين قل من 10 سنين من 5 سنين غندوبلو الطاقه كامله ديال المغرب وما دخلناش كاع الطاقه خاصه للهيدروجين الاخضر. يعني بالهيدروجين الاخضر خصنا نضربوا هاد الطاقه هذه على 10 يعني غي يمكن البلاد التجارة والصناعة ديال المغرب غنقدروا نصوبوا معامل ديال الطاقة الريحية راه كيتصوبوا في نادور إقليم نادور دابا كاينين شركات ديال الصين تيصوبوا ليبال 3000 شخص غيخدموا فيها وجيجا فاكتوري غيصوبوا الباتري وهادشي كله غيجي لنا إن شاء الله في المغرب. ولكن خصنا نعرفوا بأن الطاقة الريحية في المغرب 65% ديال الوقت كتصنع الضوء، نفس الآلة في أوروبا غتصنع الضوء غير 30% في العام. يعني إلا درنا الطاقة الريحية في إقليم جنوبية وزدنا عليها الطاقة الشمسية عندنا تقريبا 90% ديال الضوء في العام فاش نقدروا نصدعوا الهيدروجين الأخضر. هادشي علاش الهيدروجين الأخضر المغربي يعني هيدروجين أخضر مناسب كثير لحقاش نقدروا نصدروا بنفس المكان نفس الماتيريال. وفيما يتعلق بالسعر استاذ بن حمو، واش السعر اللي غادي يطلع به طبعا الهيدروجين في المغرب اللي ينتج في المغرب وغادي نصدروه للخارج غادي يكون تنافسي، غادي يبغيو الناس يعني في الاتحاد الاوروبي انهم يشريوا الهيدروجين من المغرب وياخذوه من المغرب او يستثمروا في المغرب وينتجوا هيدروجين وما يمشيوش لبلد اخر؟ علاش القرب عندنا امكانيات باش نصدروا الهيدروجين الاخضر بالانابيب في اوروبا، وهذا غير مهم لاوروبا لحقاش الصناعه الاوروبيه خصها تحيد منها الكربون، باش يحيدوا منهم الكربون خصهم الهيدروجين الاخضر. اما اوروبا الاتحاد الاوروبي ما غيقدرش يبقاو مع الصناعه ديالهم لحقاش غيحتاجوا بزاف ديال الكربون، اما غيحتاجوا الهيدروجين الاخضر من المغرب باش يقدروا يبقاو يصنعوا الصناعه ديالهم بدون كربون. هذا مهم جدا، يعني الاتحاد الاوروبي غيتكل على المغرب باش ياخذ الهيدروجين والكهرباء الاخضر من المغرب. طيب. باش يقدروا يصنعوا بدون كربون، هذا مهم جدا. شكرا لك أستاذ خالد بن حمو، دعني أن نأخذ من كلامك أيضا هذه النقطة وهي مهمة جدا. أستاذ مصطفى عيسات، يقول ضيفنا أيضا من الرباط أنه الاتحاد الأوروبي يعول على المغرب لأنه هو أيضا عنده استحقاقات. الاتحاد الأوروبي يريد أن يقطع مع لنقول الطاقات الأحفورية في صناعته، وهناك انتقال طاقي وعندهم التزامات وأجندة زمنية ولازم أنه يكون هذا الانتقال، ولكن المغرب أيضا مرتبط بالاتحاد الأوروبي على مستوى هذا الانتقال الطاقي، وقريبا جدا لربما سيكون ينبغي لصناعته أن تكون خالية أيضا من الكربون التي سيصدر منها. كيف يمكن المغرب أن يوازن بين احتياجات السوق الأوروبية من الهيدروجين الأخضر وما يحتاجه هو لهذا الانتقال الطاقي على مستوى الصناعة أصلا التي أمامها لنقول استحقاقات لنقول صعبة؟ صحيح، هذه خيارات استراتيجية مهمة دخلتها المملكة اليوم من أجل تحقيق مفهوم السيادة الطاقية للمملكة. التزام المغرب مع الاتحاد الأوروبي هو التزام ناتج عن تطورات إقليمية في السوق الطاقية العالمية، أصبحت تخضع لمجموعة من الاعتبارات، كاين قيود ديال الاتفاقيات الأمم المتحدة على الوقود الأحفوري والتخلص منه في حدود 2030-2050، إذا هناك التزامات ديال الدول الأطراف من أجل تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر، وستطبق اتفاقيات اليوم على المنتوج الفلاحي المغربي، هل هو منتوج يخضع إلى اتفاقية الحياد الكربوني أم لا؟
وبدأت الآن هذه المؤشرات تظهر على مستوى التبادل التجاري ما بين الاتحاد الأوروبي والدول التي لها اتفاقيات معها. لا يمكن أن يشكل مشروع الهيدروجين الأخضر إلا تسريعا لورش الانتقال الطاقي وتتميما لهذا الاستراتيجية الوطنية المغربية للانتقال الطاقي. البعد الأول الأساسي اليوم هو توفير الطاقة المتجددة للمغرب، لأن المغرب بنى واحد استراتيجية تنموية مستقبلية فيها قطاعات صناعية، فيها قطاعات فلاحية، فيها قطاعات كذلك ديال إنتاج تحلية مياه البحر، أكثر من 20 محطة ديال تحلية مياه البحر. نتكلم على المشروع الوطني للماء يرتبط كذلك بهذه العملية ديال إنتاج الهيدروجين الأخضر. لا يمكن أن نتكلم على إنتاج الهيدروجين الأخضر في غير السياق الاقتصادي والصناعي والفلاحي على مستوى المغرب الذي مرتبط كذلك اليوم. أستاذ مصطفى عيساد، عدنا على المقاطعة، ما نتوفر عليه الآن من آليات لإنتاج الطاقة المتجددة سنحتاجه أيضا لتكون يكون هذا الهيدروجين هيدروجين أخضر، وطبعا ستكون هناك أيضا مشاريع مواكبة وإضافة وتعزيز أيضا لما نتوفر عليه في هذا المزيج الطاقي المتجدد. لكن أن نوظف الطاقة من طاقة نظيفة من أجل إنتاج طاقة نظيفة أخرى قابلة للتخزين بشكل أفضل وأيضا تنافسية أكثر ولها نجاعة أفضل، هل سيؤثر على ما ننتجه من الطاقات المتجددة الآن الشمسية والريحية وغير ذلك والتي تزود طبعا الشبكة الوطنية؟ لا بالعكس، اليوم هذه البنية التحتية اللي انطلقت من 2009 ل 2024 هي الأرضية والمناخ الاستراتيجي اللي أهلت المغرب باش يمشي في إنتاج الوقود النظيف أو ما يسمى الهيدروجين الأخضر. هذه هي الرافعة التي جعلت المستثمر اليوم يأتي للمغرب، حكم أن المغرب الآن مصنف من 4 ديال الدول العالم اللي استمرت في الطاقات المتجددة النظيفة، ويعتبر كذلك من 39 دولة على مستوى العالم التي لها أكبر إنتاج فيما يخص الطاقات المتجددة، ويتفوق على دول كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا. إذن الأرضية ديال هذه الطاقات المتجددة هي اللي نقلت ما يسمى بإنتاج الوقود النظيف، اللي سابقا نعرف أن الوقود ديال الهيدروجين الأخضر كان كيتنتج عن طريق الوقود الأحفوري، ولكن اليوم الطاقات المتجددة كتنفعنا في تخفيض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك التوفير القرب والموانئ الاستراتيجية التي من الداخلة من ديال طنجة المتوسطي الكبير والأنابيب ديال الربط ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستخفض التكلفة، وبالتالي تجعل من هذا الانتقال إلى الهيدروجين الأخضر عوض وقود أحفوري أيسر وله إمكانيات اقتصادية واعدة يمكن أن تشجع المستثمرين اليوم اللي بدأت هذا القوة الأولى مع رئاسة الحكومة في انتقاء الشركات اللي غتستمر في هذا القطاع. لولا هذه البنية التحتية ما كان لنا أن نكون مؤهلين لإنتاج الهيدروجين الأخضر. شكرا لك أستاذ مصطفى عيسات. أستاذ خالد بن حمو، معروف أنه مسألة أنه نضع منظومة ديال إنتاج الهيدروجين مسألة معقدة ومركبة وفيها عدد من المتدخلين وفيها بنية تحتية وتكنولوجيا ومختبرات ووسائل ديال النقل. إمتى غادي يكون عندنا إنتاج الهيدروجين؟ إمتى غادي نبدأه؟ هنا الآن في مرحلة دراسة المشاريع وتعبئة العقار، ولكن إمتى غادي يكون عندنا الهيدروجين الأخضر؟ يعني بعد مركز الشريفي للفوسفات يبدا بعد عنده 4 ميجاوات ديال مشاريع ديال الهيدروجين الاخضر بتكنولوجيا، يعني كيبحثوا اين تكنولوجيا احسن مهمه اللي غتنتج الامونياك الاخضر، اللي غتصنع الامونياك الاخضر. وخصنا نعرفوا بان غير باش نصنعوا نقولوا 2 مليون طن ديال الامونياك الاخضر خصنا تقريبا 14 مليار ديال الدولار ولا اورو، يعني خصنا بزاف ديال المال باش نقدروا نصوبوا هذا الشيء. وهذا الشيء علاش مهم جدا؟ باش يكونوا يعني السوق
يقدر يعطي يعطي المال ديال الهيدروجين الاخضر باش حنا نقدروا نصنعوا الامونياك الاخضر والهيدروجين الاخضر. دابا خصنا نعرفوا خصنا بزاف ديال الطاقه باش طاقه متجدده باش نصنعوا الهيدروجين الاخضر. امكانيات عندنا 6000 جيجا وات ديال الطاقه الريحيه، نزيدوا عليها الطاقه الشمسيه. اوروبا كامله عندها غير 2500 جيجا وات، دونك عندنا جوج ولا ثلاثه مرات اوروبا كامله في الطاقه غير في المنطقه الجنوبيه. غير بالفعل خصنا امكانيات ماليا كثيره جدا لما نقدروش ان يعني صعيبه باش المركز الشريفي للفوسفات غير ليه باش ياخذ هذا المكان. دونك خصنا هادشي علاش كاين هذاك العرض المغربي للهيدروجين الاخضر باش يجيو شركات اجنبيه يجيو في المغرب ويصنعوا الهيدروجين الاخضر والامونياك الاخضر. هذاك مهم جدا، وديك الساعه حنا الامكانيات باش يقدروا يصوبوا في منطقه كاع في المغرب كامل غنعطي لهم امكانيات باش يقدروا يصنعوا الهيدروجين الاخضر. ولكن باش نعرفوا بالضبط ان عام المغرب غيكون يصنع مليون طن ولا مليونين ديال الطن ديال الهيدروجين الاخضر، صعيب جدا نعرفوا لحقاش الهيدروجين الاخضر كما الامونياك الاخضر كيتبع ثمن ديال الغاز، وما كنعرفوش الثمن ديال الغاز واش غيطلع ولا غيهبط. وإلا درنا لي زانفستيسمون في الهيدروجين الاخضر خصنا نعرفوا بان اللي غيشري من عندنا يتكل يبقى في الثمن في اتفاق، يكون اتفاق باش الثمن يبقى هو هذا باش نقدروا حنا ديك الساعه نصنعوا الهيدروجين الاخضر. دونك خصنا نتسناو الاتحاد الاوروبي باش نعرفوا شنو بغاو هما، واش بغاو الهيدروجين الاخضر لا ياخذوا الغاز، وديك الساعه غيكون المشاكل ديال الكربون الاصطناعي ديالهم. شكرا لك استاذ خالد بن حمو مدير مشروع في الهيدروجين الاخضر، خبير ايضا في الطاقه، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. نشكر ضيفنا ايضا من الرباط الاستاذ المصطفى العسات الخبير في المجال البيئي والتنمية المستدامة والمناخ على مشاركته معنا. أشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة، بإمكانكم العودة للإطلاع على المزيد من المعطيات المتعلقة بعرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر وأين وصل هذا الورش على منصتنا media.news.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.